اليوم نحن بمدينة مديمنذال لتنظيم وتأطير مناظرة وطنية حول الاستهلاك المستدام للماء. وهذا اللقاء تأطروه كل من الأساتذة الجامعيين وخبراء في الميدان. فبالطبع اختيار مدينة بني ملال هو بأن هذه المدينة تعتبر الخزان الطبيعي للماء، ونظر لأنها تقع في منطقة تعرف مشاكل متعددة فيما يخص تدبير الماء وخاصة الماء الصالح للشرب. فالمستهلك له دور كذلك وبمعاملته اليومية في تدبير هذا المخزون في هذه الثروة الطبيعية اللي يجب الاحتفاظ بها. يمكن للمستهلك أن يستفيد منها بدون المس بحقوق الأجيال القادمة، وهذا هو الهدف وهذا هو الخطاب الأساسي الذي نريد أن نوجهه للمستهلك المغربي لكي ينتقل من مستهلك عادي إلى مستهلك مسؤول فيما يتعلق بالحفاظ على المياه. بداية هذه السنة سيرتو السنة الفلاحية، فالمغرب تعرف واحد الحالة ديال الجفاف اللي هي حالة كبيرة، الدرجة ديالها يعني كبيرة بزاف، ويعني ارتأينا وارتأت الجامعة باش تقوم يعني تنظيم هذه الندوة هذه تحت عنوان يعني الاستهلاك المستدام للماء، ضرورة ملحة اللي تتحتم علينا باش نكونوا واعيين بالخطورة ديال ندرة المياه على الصعيد الوطني، لا من أجل الاستهلاك يعني مش أجل استهلاك المياه نتاع الشرب، وكذلك من أجل استهلاك المياه ديال الفلاحة وكذلك المياه ديال الصناعة. العنوان يعني معروف بأنه درنا يعني دراسة باش تم الاتفاق على هذا العنوان، أنه الاستهلاك المستدام للماء بين توالي سنوات الجفاف واستمرار موجة التضخم ما جاش هذا العنوان عبثا، واللي ركزنا فيه على مجموعة ديال الظواهر اللي تتعرفها بلادنا مؤخرا، الجفاف كذلك التضخم كذلك يعني العقلانة ديال استهلاك المياه. وهذه الندوة هذه تتعرف يعني الحضور ديال مجموعة ديال المحاضرين الأجلاء اللي في المجمل عادي يهضروا على تدبير المعقلان ديال المياه، لا من ناحية يعني الاستهلاك ديال مياه الشرب ولا كذلك مياه الفلاحة والصناعة، واللي تنعرفوا واللي تقال واللي لمسناه هو بأنه مجموعة ديال الزراعات ولا مجموعة ديال الإنتاجات الفلاحية اللي جا بها المخطط الأخضر واللي ساهم فيها المخطط الأخضر بواحد الشكل كبير، أصبحت فلاحة هشة اللي ما بقاش تدي ذاك الدور اللي علاش تبنى الأهداف ديال 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 المخطط الأخضر، وكذلك ساهمات في ندرة المياه الجوفية. والآن عرفت يعني هاد الفلاحة هذه تراجع كبير نظرا لعدم وجود المادة اللي هي أساسية اللي هي الماء ديال 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 السقي. كذلك خصنا نعرفوا بأنه خصنا نقلبوا على حلول اللي تتبنى على هاد السنوات ديال الجفاف، وحلول اللي تتبنى على ندرة المياه واللي خصها تكون مرتكزة على البحث العلمي. يعني خص تشجيع ديال الحكومة، تشجيع يكون دائم وتشجيع يكون بقيمة كبيرة للبحث العلمي في المجال الفلاحي وكذلك في مجال يعني البحث عن 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 المياه والمجال ديال التدبير ديال 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 المياه، لأنه كيف يعقل لحد الآن باقيين يعني تنستوردوا مجموعة ديال الشتلات اللي تنجيبوها لبلادنا يعني تستنزف لنا واحد المجموعة واحد الكميات كبيرة ديال
ديال ديال ديال المياه، وحنا لازلنا في أمس الحاجة للمياه، لا السطحية ولا الجوفية ولا المياه اللي تتأتنا من تحلية البحر. فأكيد بأننا وقفنا على تشجيع البحث العلمي اللي خصو يكون نعطيه واحد دفعة قوية لتعود بالخير، لا على يعني الفلاحة ديالنا ولا على توفير مياه الشرب اللي تعتبر مياه اللي هي استراتيجية البلاد ديالنا.